بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا الكريم. أنا نشوفكم ألجيريا نتبع الكرة لكرة القدم الجزائرية. أنا نشوف بلي الرجل المناسب في مكان المناسب هو مسيو إيغيل. مسيو إيغيل علاش مسيو إيغيل؟ مسيو إيغيل كان في الميدان لعب يعني كلاعب، ومن بعد ولا مسؤول رئيس نادي، ومن بعد ولا مدرب مع المنتخب الوطني. ثم يقول لك اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر هذا مشكون؟ الناس اللي مارست الميادين هذه. أنا تبلي ونعاودها، مسيو إيغيل هو الرجل المناسب في الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم. البعض وش يتحدث على هذا الأمر، يقول باللي الله اش في عمره 99 سنة وش حيقدم الكرة الجزائرية؟ يقدم هذه الإكسبريونس اللاج تاعو يسمح له، مادام راهو ما نقولوا راهو كبير اجي يمشي بالإكسبريونس. بالإكسبريونس يعرف كيف يتراسي للشومان تاعو، ويعرف كيف يقضي على الفساد، ويعرف كيف يمشي الكرة القدم الجزائرية جونتيمون كيما نقولوا احنا بدماغه بار إكسبريونس. هذا هو ديجا اللاج تاعو سي ديجا بوكو يكفي. بار كونتر تجيب ان جون مونك دكسبيريونس بوتاتر يطيح في بياج هكذا، باسكو كاينين الناس تاع الفساد اللي يحبوا يخسروا كره قدم جزائريه. وتبلي ونزيد نعاود ننسيستي عليها مليح، مسيو إيغيل هو الرجل المناسب باش في مكان المناسب باش يحكم الكره الجزائريه. وبالتوفيق، رانا مدارين فيه ثقه كبيره. وانسان هو في تصريح خاص قال بانه انا اللاج تاعي شفت باللي المومو هذا اللي تسحقني، راني نتبع فيه هو رجل المناسب. علاش قلت لك رجل مناسب؟ باسكو انسان تاع ميدان حياته كومبلي هو في كره القدم، يعرف حتى كون يعود عنده مشاكل يعرف فيفيتيه هذوك المشاكل هذو. ونتمنى منه وانا كجزائري من هذا المنبر نعطيه ميساج، امتي ميساج صغير، نقول له يا مسيو إيغيل رانا نديرو فيك ثقه ان شاء الله بالتوفيق والنجاح، تكون رئيس فيدرالية، ولكن كاين دي كونديسيون. لي كونديسيون هاد ماشي هما، لازمك دير نيتواياج تاع لا 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 لونتوراج. لونتوراج هذاك اللي راك راح ديرو عندك، دير نيتواياج جينيرال، خلي الناس نقيين. الناس يحبوا كرة القدم، يعشقوا كرة القدم. علاش؟ باسكو الجيري اليبوك كانت من احسن الشامبيونات، احسن البطولات في افريقيا، في الشمال الافريقي، في المغرب العربي، في افريقيا ككل. دركا ولينا اضعف نزيد نعاودها، اضعف بطوله في العالم، بات اضعف بطوله في العالم. علاش اضعف بطوله؟ باسكو ولا كوميرس. شوفوا فيها البطوله الاخرى هذه كانت درام، هي اللي مولا درام، اللي عنده درام بزاف هو اللي يقضي على اخوه. طازج حله جديده وذوق اروع. زيرتوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.